بقول لك ايه، لسه جايب ايفون 14 برو ماكس جديد هيعجبك. انت معاك اصلا ايفون 14 فكك كام بقى، بص ده عامل ازاي. انا اول ما نقلت على دبي على الامارات بقى معاك فلوس، يعني هذا 1200 و1300 تتوقع ب 1300 صح؟ هو المفروض برو ماكس. اقول لك على حاجه، قول. ده ب 200 دولار بس. مستحيل، لحظه. البتاع ده ب 200 دولار البتاع ده ايفون؟ لا ده حاطه باسورد. هو في مشكله صغيره قد كده، في مشاكل. هو لحظه، هو مش ايفون. هو مختلف سيك. ده تقليد يا معلم، كل ده فيك. انا شفت كتير ناس كل ده جاي من الصين. طب لحظه، فرجيني شكله. هو شيء شكله تحسه من بعيد ايفون، بيشبه الايفون. يعني لو حدش معاه ايفون اصلي هتحس ان هو ايفون اصلي عادي. بس حكيمه، انا شفت كتير ناس حامله منه، خاصه بمصر كتير بيشتروا منه. للاسف للاسف فعلا بيشتروا كتير، لان فاهم انت ايفون هم عايزين حاجه فخامه وبتاعه كده. طب فرجيني الفخامه بقى، فرجيني الشكل. طب بالظبط، بص يا سيدي، احنا لو بنتكلم على الخامات وبتاع، ازاز بقى وحواف معدن وبتاع. يعني بس لا، في اختلاف ده كده كده. انت لو هتقارن الاصلي ده لا ما ينفعش، ما ينفعش تقارن. في اختلاف كده كده. بص التفاحه عامله ازاي، تحسها ورقه من حرفيا. انت فاهم، بص الفرق عامل ازاي. صح، كارثة حرفيا. بعدين في بصمات، في بصمات في مش عارف كذا. ايه وبتاع. بص اقول لك اللايدر سنسور، بص ماشي، دي بقعة سودا. مش لا، ده دهنين اسود. انت كاميرات، في كاميرات بس. هي كاميرا واحدة يا باشا، انت فاكر دول ثلاثة اللي هم من بره كده؟ ده انت تفتح ده تلاقي كاميرا واحدة. ايه بقى الحوار ده؟ انا فاهمك، انا الموضوع ده هو الفكرة دايناميك ايلاند. هي مخرومة ده، مشكلة. دي مش ايلاند. ليه بقى؟ فاهمك انا الحوار ده اتعمل قبل ما ينزل الايفون الاوريجينال. فاكر التسريبات اللي كانت بتنزل قبل كده؟ كانوا دايما عمالين يقول لك هتبقى شرطه ونقطه وبتاع. هم افتكروا انه هينزل كده، فعملوها كده. عاملينها مثل الهواوي بالظبط. هو كان فاكر انه هينزل كده اصلي. يعني هو السماعات، دول سماعات بس، يعني سماعات ايه؟ طب طلع صوت، ينفع نجربه؟ هنجرب كل حاجه بس. استنى بس، بص بص باسورد وبتاع. الاي دي هنا ما بيشتغلش مبدئيا. احنا بنشغل الباسورد. لك الشاشه من بره، اتفرج بقى. بص عامل ازاي. والله حلو. في حاجه بقى، لحظه شويه، ده هرز واحد. كنت لسه اقول لك، الفريش ريت بتاع الاصلي كام؟ هو 120 هرتز. بص بقى ده في التقريب عامل ازاي. بص كده اتفضل. لا هو في مفيش كارثه هنا. انت هنا تصور بتتعرض. لا انت شفت ده بس. صح صح، انت شايف انت بتجرب تروح شمال يمين. جيني، بص هو بيقطش حتى. الانيميشن بتاعه مختلف تماما. بص بص بص. في هيك تحسه حقيقي، بس انتبه الواجهه هي بتشبهه. الساعه بعيد كده تحس ان هو مقلدين كل حاجه وبتاع، بس برضه انت فاهم كاستخدام. والنوت والايكونز بالظبط. فرجيني كده، بتفتح هيك بيفتح معاك. بص بص، شايف البطء اصلا؟ خدت بالك سنه، يعني خدت بالك تاني؟ هات كده الريسنت ابس تاني. بص كده، تعالى نعملها مع بعض، تعالى نعملها. يلا بص، خدت هنا وقت كتير قوي. ودخلت دخله مختلفه تماما. صح 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 صح. فطبعا هنا ده كده كده فكك، مش اي او اس فاهم يعني. انت لو دخلت هنا ده السلام عليكم. يعني بص السيتنجز عامله ازاي وبتاع. هو ده اي او اس ايه يعني، على ما يجيبه. سمعني شي موسيقى، صوت كذا. تعال نجرب يوتيوب بقى. تعال نجرب يوتيوب مثلا. افتح كده عندك يوتيوب برضو. احنا نجيب يوتيوب كده. طب بس في فيديو، يعني في يوتيوب، في ستور. بص هو بيفتح في قد ايه اصلا؟ بص ادي يوتيوب يا عم. اليوتيوب انا سايبه بقى فاهم، يفتح مع انت قاعد بتدور على اليوتيوب اصلا. هو احنا ما عندي يوتيوب هنا. اوكي، لو اصلا بص يوتيوب علق اصلا مبدئيا كده. يعني يوتيوب علق. طب حكيم، الناس اللي بتروح تشتري التليفون هيدا مثلا، انه ليه؟ ما اقول لك بقى، هو بس فاكر هو عايز يشيل الايفون. ماشي كده. طب بكام؟ بس تمام، يبقى ماشي كده. قلت له ماشي. بص يا سيدي، هنشغل بقى فيديو كده واسمع السماعات. علق، انطفى. انت هتشغل يوتيوب يا معلم؟ انت بتهزر ولا ايه؟ والله الموبايل بينتهي في مجرد بس ما تشغل فيديو. اوكي بس لا، منيح طلع لك دعايه يعني. استنى بس، هو وقف. هو معلق. بص ايه هو، مسهل الحاله. اسمع صوت لينا بلاي يا عم. اشتغل يا عم، مفيش خالص. الفيديو معلق، الصوت شغال، الفيديو معلق. انت متخيل ده موبايل؟ انت فاهم؟ بس هو في ناس كتير بتجيبه للاسف الشديد. اسمع بقى الصوت كده، الموبايل انتهى والله. لحظه، هو فتح شيء تاني. اتفضل. هو ايه ده؟ هو ايه ده بجد والله؟ اعلان ده اصلا. انت فتح عندك شيء تاني العظيم. ولا حاجه، كنت فاتح الفيديو ده هو بينتهي كده. لا ايه، علي الصوت. ده هو ده كده اعلى حاجه. علي الصوت. الصوت هو ده كده اعلى حاجه هنا على الموبايل. اسمع الصوت اهو. اسمع الفرق بقى، ده اعلى حاجه هنا. انا مش سامع ده مبدئيا كده اصلا. طيب احنا فينا نقول هون الصوت ضايع، مفيش صوت اصلا فاهم. ولا في بص يوتيوب، حتى اليوتيوب بيقفل ويفتح مش شغال. انت فاهم؟ وريني التصوير. التصوير هو فيها كاميرا. لا اوريك كاميرا. عارف الكاميرا؟ عارف الكاميرا بتاعت زمان دي؟ هو ده بقى اللي انت هتشوفه دلوقتي. دي مش كاميرا كده وبتاع. نوكيا 1 ميجا بكسل. احنا هنجرب. بص الكاميرا السيلفي عامله ازاي. تعالى خد سيلفي. تعالى خد سيلفي كده، اتفرج يا معلم بقى على التفاصيل بقى. بص بقى الصوره عامله ازاي.
ايه بقى ده؟ مين هدول؟ دي مش صورة، دول احنا؟ ده انا؟ انت فاهم؟ ده انا معلم، ده مش انا، دي صورة مش مفهومة اساسا. انت كده جرب هنا، تعالى بقى خد الصورة دي، اتفرج على فرق الكواليتي عامل ازاي. كارثة. واو. كارثة. في كارثة، والله دي مش كاميرا. لا فكروني بنوكيا ال6110 اللي هو ما كانش فيه كاميرا اصلا. دي مش كاميرا حضرتك، ده دي كوميديا، فاهم؟ ده بيقدم كوميديا حرفيا. تعالى بقى ايه، اتفرج يا معلم. لحظة مبدئيا كده، بص في ستور عندك. استنى استنى، تعالى نخش على الاب ستور، اللي هو اصلا مش هيبقى اب ستور، ده كده كده يعني. افتح كده يا معلم. ايه بقى ده؟ اي او اس 10. وي بيقول لك وي لاف اي او اس 10. اي او اس 10 فور وي لاف اي او اس 10. انت متخيل؟ بريما فرجيها لبيبو. هو راح محل تاني هلا. هو ستور، احنا باللبناني بيقولوا ستور، ما شفت منه. بس يعني هو مش ستور. ماشي، ده مش متجر اصلا. وبعدين اقول لك على حاجه تانية، اقول لك على ده متجر سوق الاحد. فكك بقى، فكك. هو يبان ايفون وبتاع، بس احنا فيها مثلا واتساب. انت ممكن تنزل ده، مش واتساب. بس ده شكل صوت الواتساب. اقول لك على حاجه، طب مش بتفكرك بحاجه الشكل ده؟ ده مش جوجل بلاي مثلا؟ بص نفس حتى اللون. بص يعني ده فتح واتساب، انا ما كنتش محمل واتساب مبدئيا كده. هو نازل بواتساب وفاهم، انا نازل معايا حاجتي كلها. تمام، اتفضل. يعني تخيل ده بقى بجد، تامن ان انت تحط رقمك عليه وتحط ايميلك وتحط. مستحيل. شاهد قبل الحذف. طب عايزين مثلا واحد طموحه بسيط، عايز يلعب ببجي، واحد مش شاري موبايل ده عايز يلعب عادي، فاهم؟ تيجي تبص يا باشا، لو خدنا في السيرش كده، تسرش على ببجي، مفيش ببجي. ببجي لايت. مفيش ببجي العاديه بتاعتنا دي، اصل ده ما فيهوش بروسيسور، هيلعب ازاي طبعا على ببجي؟ مفيش الاوبشن ده. بالظبط. بس طب انت هلا الفكره من هذا الموضوع حكيم، انه تقول للناس ما تشتريش هذا التليفون. ما هو بقى الفكره ان الفيديو في كده فعلا، ان انت يعني بجد معاك $200، ماشي، رقم اكيد مش كبير دلوقتي وسرعتهم يسمح. بالظبط، يعني ده رقم مش كبير، بس يجيب لك موبايلات اندرويد دلوقتي عادي. من شركات كتير، شاومي اونر واي شركه فعلا هتلاقيها دلوقتي بتقدم موبايلات بالسعر ده عادي. والموبايل ده هتلاقيه بيشتغل كل حاجه عليه، يوتيوب شغال، صوت احسن من ده، بيتكلم على اندرويد أحسن. مش على ده. بالظبط، يعني هم جاربين يقلدوا كل شيء، بس يعني بس بجد بخامات ارضه، بكل حاجه ارضه. انت قلت لي مره انه بلش ينزل نسخه جديده منه، هو عامل سكرين شوت انا حطيته على الطاوله. عامل هو مش معانا، هو في عالم تاني لوحده. انت الفكره في ايه بقى؟ ان ده نزل منه نسخ تانية، اللي هو بقى يقول لك ده فيرست هاي كوبي، ده مش عارف ايه، فاهم؟ ويبقى اغلى. يعني في ناس مثلا بتدفع $300-$400 في الموبايل ده، بس طبعا بيبقى فرق كواليتي اعلى، فاهم؟ بس يعني ستيل برضو ده مش ايفون يا جماعه. طب حكيمه، هيدا الجهاز ممكن يضاين او يستحمل معايا انه انا احطه بجيبي مثلا قلب انكسر؟ ممكن. ما احنا بقى اللي عايزين نجربه. احنا شفنا بالاول يا جماعه الشكل والبروسيسور. هو ما فيش بروسيسور صح؟ ما فيش. انت اقول لك بقى. انت عارف انا هقول لك ايه بقى. احنا شفنا التقليد اللي هو مش ايفون شكلا ومضمونا. هشوف اذا هذا الجهاز بيضاين معنا انه ينقلب دروب تيست. هنقول على قناه حكيمه باللينك. تمام، كسر بقى البتاع ده، كسرت الله، ونشوف هنعمل فيه. بس شكرا حكيمو، انت بتقول التليفون ده ما نشتريهوش، ما حدش يشتري ده كده كده. ده قمامه، ده مش حتى مش قمامه، ده ترميه، مش حدش يشتري. وبس كملوا الفيديو عاد حكيمو.